السلام عليكم ورحمة الله. ده ريفيو عن الفيزياء تالتة ثانوي النظام الحديث. ده كتاب الوافي يا جماعة، مراجعة الوافي، وكتاب مراجعة الوافي طبعا هو كتاب واحد مش معاه أي ملاحق ولا كده. افتحه هوت من جوه. طبعا اللي عامله مستر احمد النجار ومستر عيد الرفاعي. ده في البداية خالص اهوت، ده الوافي اهوت. كمان في عامل كيو ار، كل مدرس فيهم عامل كيو ار علشان يحصلوا معاه على الحل التفصيلي للكتب اهو. تمام، دي الثلاثة كيو ار دول علشان يساعدهم في حل الكتاب بشكل سريع. ده الفهرس بتاعنا اهوت. وفي نماذج على الامتحانات الكاملة، طبعا عندنا نماذج كتير جدا اهي. وبرضو عاملين كيو ار لكذا مدرس بيشرح او بيعمل حل لكتاب الفيزياء اهو. ده الفصل الاولاني، بداية الفصل، وهو ما قبل توصيل المقاومات. وطبعا الكتاب بيعتمد على البوكلت، مراجعات البوكلت اهي. تمام، توصيل المقاومات اهوت، والدوائر الكهربية. طبعا الكتاب خامته نظيفة جدا ما شاء الله. تاني حاجة قانون اوم اهو، بيعتمد نظام البوكلت. بعدين بيدخلي على الفصل الثاني، والفصل الثاني بيتكلم عن القوة المغناطيسية. وبرضو عامل امتحانات بوكلت كتير جدا واسئلة بوكلت، وبيجي في الاخر بيديني صفحة مقالي اهي. دي الصفحة المقالي الفصل الثاني اهو، ماشي. وبرضو بيديني في الفصل الثاني بيديني اخر صفحة اسئلة مقالية اهي. بنمشي كده. طبعا في الفيزياء الكتاب ممتاز جدا، مش سايب حتة غير وشارح او جايب عليها اسئلة. بدخل في الفصل الثامن اهو، والمراجعات بتاعته هيت، ونموذج على المنهج الكامل. ده نموذج اختبار على المنهج الكامل، نموذج بوكلت يا جماعة، اختياري كله اهو. تمام، وبعدين ده نموذج تاني. طبعا بيديني مجموعة كبيرة جدا من النماذج. الكيو ار يا جماعة بيساعد في حل الكتاب. هشوف برضو في الاخر هل الكتاب بيدعم اجابات مكتوبة ولا لا. تمام، انا كده عندي نموذج 38، نموذج كامل للاختبارات اهو، النموذج الكامل. اهوت نموذج برضو امتحانات كاملة. طبعا الكتاب ما شاء الله، انا دلوقتي في الصفحة 289، وديت جايب لي في الاخر كمان امتحانات الثانوية العامة السنين اللي فاتت، وامتحانات كمان الدور الثاني. مش جايب بس امتحانات الدور الاول، لا، جايب كمان امتحانات الدور الثاني اهو، امتحانات الثانوية العامة السنين اللي فاتت اهوت، ماشي. وكمان امتحانات الثانوية الازهرية، وجايب لي كمان اجابة الكتاب، ولكنها اجابات مختصرة نوعا ما، اجابات النماذج اهو، من صفحة 365 لغاية صفحة كام؟ لغاية صفحة 376، وجايب لي امتحانات النماذج، وعايد لي كمان على الكيو ار اهوت ان هي فيها الشرح للمنهج كامل، او الشرح، او ايه، مش الشرح بقى يا ربي، اجابات الكتاب كلها. ثلاث مدرسين بيدعموا اجابات الكتاب. الوافي طبعا من احسن الكتب اللي بتعرض امتحانات البوكلت كلها. الكتاب عامل سعره كام؟ 130 جنيه. سعر الكتاب 130 جنيه. شكرا لكم يا جماعة، وتابعونا.